صباح الخير من جديد. معا نصل، فكرة معا نصل تتحدث عن هدف كل الأردنيين أنهم يوصلوا لبيوتهم وأشغالهم، لكن كيفية الوصول بوجود شبكة نقل عام منظمة آمنة نظيفة وعادلة لكل الأردنيين بكل المحافظات، وهذا حق كفيله الدستور. رح نتحدث عن البداية اللي كانت بال 2014 وطالبوا بتوقيع عريضة لرفعها للحكومة، وين وصلت هاي المبادرة وشو في خطوات جديدة فيما يتعلق بوجود خريطة وأيضا تظاهرة إلكترونية. بدي أرحب بسهر العلول وهانا بالبيسي، أنتوا من العضو في الفريق المؤسس لحملة مع النصل. أهلا وسهلا فيكم، نورين. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. جهود كتير حلوة ومش مسحة هاي الجهود، يعني صرنا عم نحكي على داتا، صرنا عم نحكي على قاعدة بيانات، عم نحكي على مواضيع كتير دقيقة، وهذا إشي كتير كان ضروري. قبل ما نحكي عن إطلاق الخريطة، خلينا نحكي عن الاستراتيجيات اللي برأيكم هي اللي رح تعطينا الحلول حتى نصل معا. شكرا على الاستضافة. يعني رؤية، أنتم من شركائنا الأوائل في الحملة ودائما تدعمونا إعلاميا وتستضيفونا لنحكي عن حملتنا. إحنا فعلا رندا إحنا بنشتغل وفق استراتيجية في الحملة عشان تكون نشاطاتنا موجهة لأهداف كاملة، والهدف الرئيسي اللي هو النقل العام الآمن والمنظم. عندنا 3-4 أهداف رئيسيات، واحدة منهم هي أن نكون إحنا عندنا قاعدة بيانات وحلول، نكون مصدر للمعلومات اللي هو هون تحتي بتندرج موضوع الخريطة اللي راح يمكن تحكي عنها هنا كمان شوي. وبعدين عندنا إحنا برضو هدفنا أنه يكون في نقل عام منظم لطلاب الجامعات وتحسين خدمات لطلاب الجامعات، لأنه من شغلنا ولما ننزل على الميدان لما بنحكي مع طلاب الجامعات، بديش أقول 90%، لكن يمكن 90% من اللي أنا شخصيا حكيت معهم ما بيحضروش محاضرة الساعة 8 بس بسبب عدم توفر مواصلات عامة توصلهم على الجامعة بهذاك الوقت، والأزمات طبعا. فاللي بيصير إنه بتأخروا بدراستهم، بتأخروا بالتحاقهم بسوق العمل، وهذا تحديدا كمان بيأثر على طالبات الجامعات، لأنه في منهم برضه بدأت تقول لك بدل ما أتغلب 3 أيام بالأسبوع لهم يومين، فبتأخر فترة تخرجها، بتتأخر فترة التحاقها بالعمل. وبعدين برضو للسيدات برفضوا الوظيفة، يعني 40% من السيدات برفضوا الوظيفة لأنه ما فيش فيه مواصلات لا مكان الوظيفة، ومش بس السيدات برضو الشباب. فإحنا في وقت طبعا اقتصاديا صعب، اقتصادي صعب، المديونية عالية، في بطالة، فلازم يكون أول يعني من أهم الأولويات اللي عندنا هي يكون في مواصلات على الأقل لما يصير في وظيفة نقدر ناخدها. برضو احنا عندنا فريق ميداني بيشتغل على كمان تجميع صوت المستخدم اللي هو من خلال التظاهر الإلكترونية اللي عملناه. الحقيقة نزلنا على مواقع الانطلاق ومحطات الانطلاق وعلى مواقف الباصات وأخذنا شهادات حية 30-40 ثانية دقيقة نسجل معاناة المستخدمين. وسمعنا يعني أشياء جد صعبة وأعطتنا إلحاح بقضيتنا، أنه في إلحاح بموضوع أنه لازم تتحسن هاي الخدمات طبعا. وطلبنا بعدين من المستخدمين يبعتولنا هم فيديوهاتهم، يعني صوروا هم معاناتهم ويحطوها. بالنهاية هاي الأصوات نزلنا جزء منها على صفحتنا على الفيسبوك وتم تغطيتنا بالإعلام، ورح ناخذ هاي الأصوات ونجمعها، وإن شاء الله قريبا رح نسلمها لوزير النقل عشان هون يكون عملنا خدمنا هدف من أهدافنا اللي هو تجميع صوت. يعني هاي لحالها أنا بعتبرها إنجاز، معاناة المواطن الأردني توصل لوزير النقل ويشوف بعينيه، بشوف في مشاكل تعرضوا لها. بدي أرجع لك سهر لنعرف، لأنه أنت بأرض الواقع بالميدان شفتي إيش الناس عم بتعاني من مشاكل، لكن بالفعل أنا بدي أشكركم بشكل شخصي على هاي المبادرة، لأنه إحنا لما نحكي عن نقل عام ولما نحكي عن مواصلات لا عم نحكي ترف ولا عم نحكي رفاهية، عم نطلب بحق من حقوقنا. واللي عم بيصير بالأردن مرفوض فيما يتعلق بالأزمة، يعني إحنا عم نشوف الصبح تحديدا بعمان، لأنه الكل
عم بيجي على مواقع شغله، يعني عم بيكون أكثر من 1.5 مليون سيارة. الأزمات صارت ما فيش وقت ذروة بكل وقت. هون عم بيورجينا أنه إحنا بالأردن عندنا مشكلة حقيقية، ما بعرف ليش في تراخي خلينا نحكي بدراستها وبالتخطيط لها. قبل ما ننتقل هنا لموضوع التخطيط وموضوع الخريطة تحديدا اللي بنحتاجها، لما رفعتوا العريضة للحكومة قديش قدرتوا تجمعوا توقيع، وقديش هاي قدرت برضو تأثر خلينا نحكي بمجلس حتى النواب إنهم تكون ضمن الأجندة؟ إحنا بنحتاج هيك موضوع عنا. احنا العريضة رفعناها للأمانة مينلي، احنا هلأ بصدد انه نجمع اكتر توقيع ونرفعها للوزارة. نعم. لما بلشنا كان ما قلنا غير يمكن شهر او شهرين مبلشين، لما لنا اراوند 10,000 توقيع. العدد مش كتير كبير، بس بالفترة الزمنية اللي قدرنا نجمع فيها اللي هي شهر اقل من شهر حتى، كان العدد كتير كبير طبعًا. بالنسبة لهذا رحنا على الأمانة وقدمناها، ولقينا صراحة استجابة وناقشنا الموضوع معاهم، وبين قديش الموضوع هو موضوع ملح وموضوع رح يساعد المجتمع، بس ما اتخذ كتير طبعا تحرك للموضوع من قبل الجهات العليا. طبعا في كتير بده وقت ونحن بنستوعب هذا الموضوع، بس هذا لا يعني انه كلياتنا نقعد ونستنى يصير هذا الاشي. لازم حد فينا يكون زي كأنه يعمل شعلة للتحرك، سواء كان من جهات عليا او نحن كشعب انه نتحرك او مجتمع. عبال ما يصير التحرك انتم اطلقتوا خريطة. يس اكزاكتلي. وان شاء الله غيرنا رح يتحرك من ورانا، يعني تكون هاي زي كانها حجر اساس والناس تبني فوق. حطينا عن هاي الخريطة، ان شاء الله رح يتم اطلاقها مع نهاية الشهر. الخريطة هي خريطة شعبية بتوثق مسارات خطوط حافلات النقل العام، منها باصات، كوسترات او سيارات السيرفيس. فهي احنا جمعت هاي البيانات عشان نطلع بهاي الخريطه، والخريطه هي من المواطن للمواطن. نعم. يعني احنا نزلنا على الميدان وركبنا هاي الخطوط وصرنا عرفنا المعلومات اللي هي مثلا نقطه البدايه نقطه النهايه، التردد، الاوقات، المعالم اللي بيوقف فيها الباص. وجمعناها كلياتها وعملناها بخريطه عشان تيسر رحلة المواطن المستخدم وتخلي الغير مستخدم يتحول لمستخدم. هلا أجان هي من المواطن للمواطن، معناته إنه نحن جمعنا حوالي 100 خط، بس هاي قاعدة البيانات هاي لازم تتغذى من المواطنين. فنحن هلا 100 خط هم داخل عمان، بس نحن بدنا نتوسع جغرافيا. عشان نتوسع جغرافيا كل المستخدمين لازم يصيروا يساعدونا، اللي بياخد خط معين يبعث لنا هاي البيانات. فنحن عم ندعي كل الناس انهم يشاركونا انه نغذي هاي قاعدة البيانات، وبلكي منغطي ان شاء الله الاردن بشكل عام مش بس عمان بشكل خاص ان شاء الله. طب كيف بدهم يتواصلوا؟ وين موجودة الخريطة؟ انتوا رح تطلقوها بنهاية شهر شباط هذا الشهر، وين رح تكون موجودة؟ اوكي. الخريطة رح تتوزع بشكل مطبوع، هدفنا انه نوصل تكون بجيبة كل حدا، كل مواطن مستخدم او غير مستخدم بده يستخدم. رح تكون رح توزع بشكل الكتروني على موقعنا اللي هو الويب سايت تبعنا وموبايل ابلكيشنز، تطبيق على الهواتف الذكية. هذا كأول فيز لنا عشان تكون موجودة مع الناس ويصيروا يستعملوها أكثر، بيصير في level of education، كيف أنا بدي أستعملها، إيش بدي أشوف، شو الخيارات اللي عندي عشان أخذ هاي الخطة. طب هي فيها 100 خط بين باصات كبار وكوسترات وسيرفيس، كيف مقسمين 100 خط بالعاصمة عمان؟ سهل الواحد يشوفها؟ سهل. هلأ هي بالضبط الخرائط صراحة بكل بلد في خارطة كل عالم موجود اللي مخططين لنقل عام عشان يساعدوا الناس. هيك في لهم خرطات، كلياتنا بنعرف انه اليوتيوب او السبوي بكل بلد في لها خارطه. نعم. مقسمه كل ميديم بيكون له لون، كل طريق له لون، استعمالها كثير سهل. فهاد إشي صار وقت نحن نصير نستعمله وطبعا نغذيه ونكبره ونمشي عليه. يعني ما في داعي احنا لما كنا ننزل عشان التخطيط نسال سائقين الباصات، وسائقين الباصات نفسهم ما بيعرفوا عشان انزل على محل معين كيف بدي اروح. فهذا عم بيزيد انا الصعوبه لإلي اني اخذ الباصات، وعم بيطول رحلتي. not too much انه قديش في ازمه زي ما حكيتي، وصعبه رحلتي بالمواصلات العامه صعبه. فاحنا بنحاول نيسر هذا الموضوع
بشيء كثير بيسك اللي هي يكون في خارطة. نعم سهر، قبل ما ننتقل لفيديو بيستعرض اكثر موضوع المبادره، بما انه عملتوا دراسه بشهر 9 وعملتوا هاي التظاهره الالكترونيه وعرضتوا المعاناه والمشاكل اليوميه، شو اكثر مشاكل؟ يعني احنا اتوقع عندنا مشكله ثقافه التنقل بشكل عام، يعني ما عندنا ثقه بوسائل النقل لا بالمواعيد ولا بالاساليب ولا حتى بكيفيه الوصول مرات، وبنفس الوقت كمواطنين في ناس كثير بتجنبوا، انا احسن لي سياره اروح اشتري سياره، وبما انه عم بتروح الميزانيه على الجسور وعلى الطرق، فايش اكثر مشاكل انتم حسيتوها موجوده حتى عند المواطنين كثقافه تنقل؟ شوفي، هي اذا بدي اجمع او الخص شو المشكله بجمله واحده، فهي المواصلات العامه عندنا هون بالاردن هي للمضطر عليها وليس لمن يريد ان يصل الى مكان عمله او سكنه، يعني فقط الناس اللي مضطره اللي مغصوبين غصب اللي ما عندها اي وسيله ثانيه لانها تتنقل بسيارات او حتى باجره تاكسي. نعم. لكن بتستخدم المواصلات العامه، مع انه لما عشان تقيمي انت اذا مواصلات عامه في اي مدينه ناجحه، فهي بتصير لما الطبقه المتوسطه واعلى واقل هي اللي تستخدم المواصلات العامه. نعم. هون بيكون في نجحتي كمدينة كدولة في أنك تحطي شبكة مواصلات ناجحة. المعاناة اللي بدي أقول لك إياها، يعني غير طلبة الجامعات اللي بيوصلوش على محاضراتهم، قابلنا سيدة كانت واقفة صلها ساعتين هي وابنها المريض، كانوا بمحطة الانطلاق في رغدان، وكانت عم تستنى صلها ساعتين للباص عشان تاخده على المدينة الطبية. عمالي بحكي لك أن هاي قصة يعني قدامي وشفتها، شفت طالبات الجامعة عمالهم واقفين على محطة الانتظار لوحدة من الجامعات طبعا فوق بعض، وكان بس أجا باص وكان عمالهم بيستنوا ساعة ونص، وحدة راح عليها الامتحان بتقول خلص حملت المادة. فيعني أمور تانية زي كان في برضه شاب اضطر انه كان عم بيستنى الباص الصبح بده يلتحق بوظيفته، تاخر عليها فقدم مغادره لانه شركته اذا تتاخر اكثر من ساعه خلص لازم يقدم مغادره. يعني عم بعطيكي تعطيلات يوميه، صور من ارض الواقع. طبعا تعطيلات يوميه. هلا اذا انت عمالك بتحكي، انا بس عشان كمان اقرب لك اياها اكثر، اذا بنطلع على المثال مثال عالمي، مدينه زي نيويورك فيها 8.5 مليون نسمه، وهي طلعناها من دراستنا الاولانيه، 8.5 مليون نسمة فيها 240 مسار حافلات. احنا في عمان هلا الاحصاء الاخير قال لك 4 مليون صح؟ عندنا 340. طب نيويورك ضعف عددنا، طب احنا ليش محتاجين مسارات حافلات اكثر؟ اولا واصلا الترددات عليها مش كافيه وما بتخدم زي ما لازم، فبدها اعاده نظر الموضوع. طبعا احنا هون صوتنا موجود عشان نضغط ونشجع ونشتغل باتجاه المطالبة بهذا الموضوع. طيب خلينا نشوف مع بعض المادة والمزيد عن عمل معا نصير ونكمل حوارنا. إذا أنت بدك تلاقي نقل عام بدك تمشي له منيح، بدك تمشي له شي ثلث ساعة أو نص ساعة، خصوصاً إذا بيتك بعيد مصيبة إذا بدك تلاقي نقل عام. ممكن تأثر المواصلات على تحصيلي العلمي، لأنه برجع من الجامعة بسبب المواصلات بكون الوقت رايح مش راح أقدر أدرس. إحنا بحاجة للشباب يوصلوا لأماكن عملهم، لمدارسهم، لجامعاتهم بنقل عام. لا نستطيع أن نصمد بسيارات وبشوارع مضغوطة. ما في مواصلة واحدة توصلني، لا لازم أركب باصين وكل واحد فيهم بده يأخذ له تقريباً ساعة، يعني أقل حد يعني ساعة ونص لساعتين، ومرات في الأزمات مرات ممكن ما تلاقي باص تضطر تقعد 3 ساعات في المواصلات. هل يعقل في بلد فيها نسبة بطالة مرتفعة
إنه نهدر 800 مليون دينار في انتظار الحافلات منشان تجيبنا وتروحنا من الشغل. بضطر إني أستخدم الباصات لأن تكلفة السيارة غالية والبنزين غالي والديزل غالي وما بنقدر نسوق أي سيارة. يدوب الواحد بيدفع أجار الطريق ويقول يا الله. من المعروف أن وسائل النقل تستهلك 48% من كلفة فاتورة الطاقة. يعني إحنا يعني ساعة بنستنى وساعة غير عن سوق نوعية الباصات، حتى يعني صحتنا بتتأثر غير عن إنه الوقت يعني بيروح، بس الواحد بيستنى باص وبيستنى حتى يلاقي محل يقعد. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن انخفضت ل 13.2% في عام 2014، وهي من الأقل عالمياً وأقل من معدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأقل من معدل الدول العربية. يعني أنا ما بقدرش أطلع واقف فوق الساعة وأنا واقف. ففي غيري عم بتغلب كتير، في ناس معهم عكاز، في ناس مرضى، في ناس، فالأزمة قائمة يعني باستمرار. الغازات السامة اللي بتنطلق من عوادم السيارات بتأثر علينا عضوياً، والضغط النفسي اللي نتعرض له أثناء استخدام المواصلات بيأثر على صحتنا النفسية. يعني موضوع والله سيء جداً جداً بالنسبة للناحية الكنترولية والباص والأزمة، والباص مستعد يعني إذا بدي نزل راكب عشان ما يعني يلف الأزمة كاملة بستعد يوقف شارع كامل. مواقف الباصات متواجدة ولكن غير كافية في كل المناطق والطرق، حتى سواقين الباصات ما بيلتزموا بالمواقف ولا توجد قوانين صارمة تلزمهم بالالتزام بها. المواصلات حقيقة هي سيئة جدا، بحيث انه بكون ازدحام في الركاب والزمن حتى الوصول بيستغرق ضعف الزمن اللازم. اليوم بعمان عندنا 350 باص، يعني اللي بيعادل بس 1.4 باص لكل 10,000 مواطن. حسب المقاييس العالمية اللي محتاجه هو على الأقل 10 باصات لكل 10,000 مواطن، يعني 10 أضعاف عدد الباصات اللي عندنا إياها في عمان. لازم نفكر نكون أصدقاء للبيئة ونقلل أثرنا على هاي البيئة من خلال استخدامنا واختيارنا للنقل العام، لنرفع من نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لنحد من القلق ومن مشاكل استيراد الطاقة، لنقلل من اعتمادنا على السيارات، ولنرفع إنتاجيتنا الوطنية ونحد من البطالة. خلينا نطالب بتحسين خدمة النقل العام وشبكة الطرق. انضموا إلنا لأنه مع النصل. انضموا لنا لأنه معا نصل. 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 يعني نقدر نشوف كيف كل الأردنيين بكل الفئات بكل الأطياف بدهم يوصلوا مع النصل، بدهم وسائل ووسيلة نقل عام يكون في ثقة بين المواطن وبين هاي الوسيلة. الموضوع أنا بعرف قديش صعب ومتشعب. طرحنا سؤال كمان على جمهورنا فيما يتعلق بتحسين وسائل النقل سهر وهنا، بحب أعرف رأيكم. حطينا ثلاث خيارات إنه كيف ممكن نحسنه، هل المشكلة زيادة الميزانية أو فعالية شبكة المواصلات، وآخر خيار برضه موجود هو ثقافة التنقل. 29% حكيتوا لنا انه زياده الميزانيه هي الحل لتحسين وسائل النقل، اما 38% منكم صوتوا لفعاليه شبكه المواصلات، واخر خيار اخذ نسبه برضه نسبه عاليه تقريبا 33% عن ثقافه التنقل. قديش هذا بيعكس برضه صوت الشارع من عملكم بالميدان؟
بتخيل هو هذا الواقع. الناس بدها ليش حكت على فعالية شبكة المواصلات؟ لأنه هي اللي بتحسها، هي لما الواحد بيقعد بينتظر فترة الانتظار مرات توصل ساعتين. نعم. معناته هي شبكة المواصلات مش فعالة. بالضبط. بالنسبة للأمور الثانية كميزانية وثقافة، فالميزانية هي مش في يعني مش إشي بلمسه مباشرة مع إنه إله تأثير، لكن فعاليتها كشبكة إنه إذا موجود وفي حافلات خليها تتحرك بترددات سريعة مثلا على سبيل المثال. هذا يعني واحد من الحلول اللي إذا أنا كمستخدمة بلاحظه. فلا أظن تعكس لدرجة كتير اللي هو إحنا بنحتاجه. هنا رح تطلقوا الخارطة بنهاية الشهر وأنتوا رصدتوا من دراستكم 100 خط، بس أنتوا بدكم الناس يتواصلوا معاكم لأنه في كتير خطوط لسه ما عرفتوها، السائقين نفسهم ما بيعرفوها. كيف بدهم يتواصلوا معكم؟ احنا رح يكون في عنا على الموبايل ابليكيشن رح يكون في هوت لاين، تليفون الواحد بيقدر يضرب عليه اذا بده يحكي. في عنا وسائل السوشيال ميديا بيقدر الناس يبعثوا لنا عليها، على الويب سايت بيقدروا يبعثوا لنا. كلياتنا بنحب نسمع من الكل عشان احنا بدنا نغذي هاي قاعده البيانات اللي جمعناها، وهو من اخر اليوم من المواطن للمواطن. رح ناخدها one step further ونعمل تخطيط للرحلة، إنه trip planner اللي هو رح يطلع بعد الخارطة ونساعد الناس يسهل عليهم أكتر. بس كمان عشان trip planner بدنا يكون عندنا خطوط أكتر. فعم هاي دعوة لكل حدا، لكل مستخدم أو غير مستخدم بده يصير مستخدم، إنه يساعدنا بهذا الإشي عشان الحل يكون عندنا متكامل ونقدر نساعد الجميع ونمتد جغرافيا ويكون يعني إن شاء الله حجر أساس بأنه تحسين كيف. تنظيم المواصلات العامة إن شاء الله يا شاء رب الله. نضم صوتنا لصوتكم، ورؤية دائما داعمة لهيك نوع من الحملات اللي احنا بنحتاجها بالأردن، لأنه بنحكي عن عصب اقتصادي مهم جدا. سهر العلول وهنا بلبيسي، شكرا لحضوركم معنا. شكرا لك. شكرا لك.